بعدين ابن عمها كان بيتكلم عليها، فلازم تدفع خلي ورجلي. ابن عمها لا ابن عمها لا. وبعدين الست سامعه انا من جوه بتقول ابن خالتها، ابن خالتها وابن خالتها بيتكلم عليها وبنت خالتها جت لها كذا، فلازم ادفع. نقبط رئيس سؤال 20000 جنيه اللي عايز يتجوز ولا كان مش عارفين احنا. ادفع عشان تتجوز بالحلال بالظبط كده، معكش تتمسح في الجنينه ويتسيح لك. يعني قمه القذاره. يعني انا بوجه لها بس رساله، رئيس يسوع كده بيتكلم حقوق وحريات تناسب المجتمع المصري المتدين بطريقه او مش عن ليبراليه خاصه بالمجتمع بتاعنا. بالظبط كده. هو تفتكري انه بعد ما قعدت كده في الشارع هيتجوزك؟ ليه؟ لان احنا مجتمع يعني متدين بطبعه، فلازم تدفع بالظبط كده. يعني عندنا الكمانيوت خد بالك بكام، ولازم مش عارف ايه، والكنيسه والعشور بالظبط كده. ولا بيدفع عشور ولا ما بيدفعش عشور بالظبط كده. وهناك وبعدين الكوافير بيدفع، الراجل بتاع الكوافير بيدينا عشور فمش لازم ندفعه، والراجل بتاع الباديكير والمانيكير كل دول بيدوا لي عشور، فانا احنا متفق معاهم يعني في سمسره وحاجات كده. ولو بيخاف عليكي هيعمل المستحيل. جواز ببلاش ده ما عنديش حاجه اسمها بلاش زي ما رئيسي سؤال. علشان يوصل لبيت اهلك ويتجوزك. مش يجيبك في الشارع ويعمل اللي هو بيعمله ده فيكي. اشرب بيه سامسونج بياخد رايب، اشرب بيه سامسونج قاعد جوه بياخد رايب على كل راس. بصوا بيتلفت حواليه ازاي زي الحرام. وبعدين اخويا بقى نسي يقول حاجه مهمه فانا اقولها، البنت بتتعلف عندي، البنت بتاخد علف عندي بالظبط كده. احنا بنعرفها 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 فكريا وروحيا وماديا وعملها بقى كمان يعني فكل ده بفلوس. فانت العريس عايز ياخد حاجه؟ لا 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 ما عندناش حاجه ببلاش. احنا شعب مؤمن ودائم بطبعه وشعب يعني كرم انسان بالظبط كده، والمراه سلاحها فانا ابكني تجدني. وانا متاكده ان لو عنده شقه كان خدك فيها، وانت بغبائك متخيله ان ده حب. الحب عمره ما كان كده. بصور علشان خاطر كل اللي هتنخدع في واحد وتفتكر انه بالشكل ده بيحبها، وانها بتضحي وتتنازل علشان خاطر يتقابلوا، لان هي بتحبه مش قادره تبعد عنه وظروف الحياه. لا لا بقول لك ده مش قله ربايه وقله دين، هو انت بالدين بننتهكي حقوق ناس. لا لا دي قله دين. يعني بعيدا عن في انسانيات وفي حاجات وقله توجيه وتربيه. هي فيها نبل على فكره الست عشان خاطر برضه اكون انا منصف، ولكن انت انتهكتي حقوق ناس، والناس دي ناس بني ادمين ليهم حقوق وحريات زي الست بتاعت اوكرانيا. مش انت اللي والراجل ده او الولد ده هيتحاسب اكتر منك قدام ربنا، وانت كمان هتتحاسبي. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. بلاش بنات كتير يتخدعوا باسم الحب ويعيشوا الموقف ده. والله انا مشفقه عليك، انا مشفقه عليك، مش عارفه اقول ايه بصراحه. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. ادي تاثير الافلام وادي تاثير المسلسلات. بتمنى ان حد يشوفهم ويروح يقول لهم عيب. طب ما اقول لهم انا ايه ده يا حيوان يا شيخه؟ روحي اتكلمي معاهم حتى بهدوء. يا حيوان يا سافر. انما انت حيوان. انت يا بنت يا كلبه. ده لو بيحبك ما كانش هيعمل فيكي كده يا حيوان يا سافله. لو بيحبك روح بيت اهلك يا قليله الادب. قومي بقى قومي قومي يلا هنا على قبر بياتكم. انا صورتكم يا خليها يعمل فيكي كده مش هيتجوزك يا كلبه. يحيى انزل شوف الاشكال دي. يا يحيى يا مش عارف ايه مش هيتجوزك. لو ست في الساحل ونفس موقف في الساحل هتقدري تعملي كده؟ لو في دولة أجنبية هتقدري اتنين في عربية في الشارع على البحر وبيع هتقدري قيم بقى والدين ومش عارف ايه؟ ما انت بيحصل انتهاك في الحاجات دي. الجواز اساسا انت عامل المرأة سلعة. الحمد لله ولنا قيم اصيله راسخه وطنيه، والحمد لله اتى الينا الرئيس سيسو المؤمن الوطني الشريف. احنا شعب متدين بطبعه، ما تجيبيش انت كومبارس ست بتاع اوكرانيا واوروبا، لا احنا شعب ذات طبيعه خاصه لنا حقوق وحريات.
رئيس سيسو عن الكتاب عن الحقوق والحريات التي تناسب مجتمعاتنا من زي اوروبا وبتاع وكلام من ده. بالظبط كده بالظبط كده. فاحنا ايديميوري بيقول اتيتم اجاركن. بالظبط كده. يبقى المراه سلعه. المراه سلعه. بالظبط كده. وده تكريم للمراه. بالظبط كده. فمش ممكن الراجل يسيبها؟ لا. فاحنا لازم نجيب معالق ونجيب شوك ونكتب قائمه. والايمه احسن اكون على بعضه ما خلقش يعني الغش في زي ما قال اخويا. انا عاجبني قوي الحكايه بتاعت اخويا فسيخ بولس ده. الكتب لمجد الله فكتب ممكن يكون كتب ابيض ومفيد. فالايمه تتكتب بغش. وبعدين حب ايه؟ حب ايه؟ ما هو انت احنا في سلعه تدفع. انا رئيس سيسو قال تدفع. ما عنديش حاجه ببلاش. فتدفع علشان خاطر تعمل. بعدين هناك ايه يعني؟ يعني اشرف سامسونج بياخد ضرايب. في ضرايب. فهناك المأذون يجب ان ياخد قد كده. و يلا يا زلمه يلا سخبي يا قليله الادب يا ليت الربايه يا ليت القهوه في الشارع في الشارع يا حيوانه. ترضي على نفسك ازاي يا كلبه؟ أظن لو هي عندها شرف هتزعل على نفسها. أنا صورتهم. لا صورتهم نزلهم على جروب والله. جدل الحقوق والحريات.